تعلي وطيو النصير في أفسدك إزاي يا دنيا وانت مش بستاني. ريم طارق قفلت من حسن شاكوش وضيعت المفتاح، ولو قلب لها قرد خلاص مش هترجع له. بس هل يا ترى شاكوش عايز يرجع لريم، ولا ريم هي اللي عايزة ترجع وماشية بمبدأ يتمنعن وهن الراغبات؟ الموضوع بقى معقد شوية ما بين ريم وحسن، خاصة بعد الطلاق، وريم ما بقتش مفهومة خالص. يعني قبل الانفصال خرجت على اكاونت الانستجرام بتاعها اللي كانت قافلاه وقالت انا هستخدمه بس لحد ما الطلاق يتم، عشان انا محتاجاه دلوقتي عشان ارد على كل اللي بيتقال عني، لان السوشيال ميديا هي الاساس دلوقتي لو حد حابب بيقول حاجة. وقالت وقتها انها مش عايزة شهرة، وانها كمان مش عايزة صلح مع حسن، وفعلا حصل الطلاق. بس ريم ما قفلتش الاكاونت بتاعها، وبقت كل شوية تخرج في لايف او تنزل ستوري، وفي اللايف بتتكلم عن حسن وفي الستوري بتلقح عليه. ده غير انها بقت مشهورة وعجبها الموضوع على الانستجرام، وانها بقى عندها فولورز كتير. بس واضح ان سر استمرار الاكاونت بتاعها حتى بعد الطلاق هو حسن شاكوش. ريم طول الوقت عايزة توصل رسائل معينة، احيانا تحس من كلامها انها متضايقة وعايزة ترجع، واحيانا تحس انها كرهاه ومش طايقة. المهم انها توصل له مشاعرها من خلال السوشيال ميديا، وكمان تقول له انها بقت مشهوره وليها متابعين ومن غير ما يكون هو موجود في حياتها. اخر ستوري ريم نزلتها كانت اغنيه بتقول انا لما بقفل من حد المفتاح بيضيع، والله لو يقلب لي قرد بنهي كل المواضيع، ماليش عزيز ولا غالي. رساله ريم هنا واضحه جدا، وهي انها خلاص مش عايزه ترجع لحسن تاني والموضوع انتهى. بس ده الظاهر للناس، محدش يعرف هي وحسن جواهم ايه لبعض. هي دلوقتي مبسوطه بالشهره ورسائل الناس الكتير ليها، بقى عندها 174,000 فولوور على انستغرام، ومن ساعه ما طلعت مع بسمه وهبه وشهرتها بقت عالميه بيجي لها رسائل كتير من كل الدول، والستات بيدعموها بكل اللغات واللهجات. ريم طارق بعد ما اتطلقت من شاكوش بقت سوبر ستار وتحولت لبلوجر، والناس بقوا يستنوا اللايفات بتاعتها كل يوم. ريم اصلا ما كانش ليها في السوشيال ميديا، مش عشان حسن شاكوش هو اللي منعها زي ما قال قبل كده، لا خالص، هي فعلا ما كانش ليها في السوشيال ميديا، وكانت بتنزل حاجات بسيطه على التيك توك وخلاص. لكن بعد المشاكل بتاعتها مع حسن شاكوش ما لقتش مكان تفرغ فيه طاقه الغضب اللي عندها غير السوشيال ميديا. ومجرد ما طلعت اول لايف على حسابها على انستغرام وبقى عندها فولورز كتير من كل حته في العالم وبقت مش ملاحقه على الرسايل، ريم خلاص خدت شهره عالميه، وقريب قوي هنلاقيها اتحولت لبلوجر على السوشيال ميديا، وهيبقى عندها ملايين المتابعين، وخاصه من الستات اللي بيعتبروها ست قويه بعد اللي استحملته من حسن شاكوش خلال الفتره اللي فاتت. قولوا لنا بقى انتوا ايه رايكم في اللي ريم بتعمله على انستغرام، وشايفينه صح ولا غلط؟ شاركونا برايكم.